هددت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة بتعليق المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن إذا لم يتخذوا تدابير ضد السرقة والاحتيال في توزيع الأغذية، متهمة بعض القادة الحوثيين بعرقلة توزيع المساعدات الغذائية. في الوقت نفسه اشتكى سكان صنعاء من أن القليل جدا من المساعدات يتم توصيلها إلى من يحتاجون إليها، معربين عن أملهم في أن تكون منظمة بشكل أفضل. كيف سيكون هناك اختلاسات وهم يشرفون على توزيع السلات الغذائية المقدمة من الإغاثة الإسلامية التابعة لبرنامج الأغذية العالمية أو من أي برنامج من البرامج؟ هذا نقطة. النقطة الثانية، لا ننفي أن هناك كانت مخالفات تم حصرها، تم أيضا الضغط على 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 المسؤول عليها، تم أيضا معالجة هذه المواضيع بقدر ما نستطيع في هذا الجانب. لكن يأتي اليوم يتهمنا نحن بالفساد وهم الفاسدينهم، فأعتقد بأنه الفساد لديهم وليس لدى الشعب اليمني. فيما اتهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تمكنهم من استهداف أماكن داخل السعودية. نفى عبد الملك الحوثي الاتهام، وما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم وكذب فظيع وادعاء شنيع. وكان الرئيس هادي قد أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة متهما المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيثس بالتجاوزات من خلال التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حربا كلامية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران التي تقول أن دعمها للحوثيين في اليمن ينحصر بالسياسة فقط.